أعزائي المشاهدين ومتابعين تلغراف مصر، أهلا بكم في بث جديد للواقعة المعروفة إعلاميا بمذبحة الأليوبية. أب أنهى حياة أولاده الأربعة، تفاصيل جديدة ترويها الخالة، وكان بسبب تعاطي الأيس وزوجته رفعت عليه قضايا خلع. معانا تفاصيل جديدة عن أب أنهى حياة أولاده الأربعة. اتفضلي عرفينا بنفسك. خالة الأولاد. عرفينا اكتر عن العيله، كم وايه اللي حصل من بدايه المشاكل اللي حصلت؟ هي المشاكل بدأت من زمان، يعني من حوالي من زمان، يمكن من اول الجواز. هم متجوزين بقى لهم قد ايه بالظبط؟ بقى لهم حوالي 22 سنه او 23 سنه، من 2002، يعني من 2000 من 9 2002 او 9 2001، انا مش فاكره والله التاريخ بالظبط، بس يعني ما شاء الله ادهم عنده 21 سنه. بدايه الزواج كانت كده ولا كان كلها مشاكل؟ لا كان كلها مشاكل اصلا، يعني هي كان كلها مشاكل من الاول. عشان هو اصلا بيشرب من الاول، يعني هو مش لسه بادئ شرب جديد، هو اصلا متجوز. انتوا من القريه نفسها ولا؟ لا احنا من المطريه. طب اتعرف عليها ازاي؟ كان ساكن في البيت اللي جنبهم. اللي جنبهم كان واخدين شقه للشباب اللي شغالين في سوق العبور، كانوا في البيت اللي جنبه. اتعرف عليها واتجوزوا. تمام. ايه بداية المشاكل بقى على طول كده وبدأت تتطور؟ قلة الشغل. طبعا مفيش شغل، مفيش فلوس، الشرب بردك بيخليه في حالة مش مزاجية، مش مظبوطة، خناقات، ضرب، تكسير، يعني كسر مرة رجلها، رميها حديفة من على السلم مرة من زمان كده من حوالي 15 سنة، كسر لها رجلها، ما بيضربهاش الا بماسورة الستاير، تعمل تشوهات في جلدها، يعني القهوة يعني استحملت كتير، وعشان خاطر الأولاد استحملت. يعني التعذيب ده كله، يعني ما بينهم أربع أولاد، طب ما حاولتوش إن تخشوا أو تصلحوا ما بينهم؟ هي اتطلقت مرة رسمي ورجعت برضه. يعني ده الكلام ده من إمتى؟ الكلام دي من حوالي 14 سنة. 14 سنة؟ 14 سنة اتطلقت. كان معاها أدهم وتسنيم الأول. تسنيم وجلال. جلال عشان كل عيل ليه اسم مطلق. عرفينا بالأولاد أكتر. جلال 21 سنة. 21 سنة. تسنيم 18 سنة. وبعدين كده اتطلقت، وبعدين رجعت تاني، خلفت نديم وخلفت تغني. الطفلتين الصغيرين دول 12 سنة و10 سنين أو 13 سنة و10 سنين. ومن ساعتها بقى الخلافات، وتيجي تزعل عند مامتك 3-4 شهور وترجع تاني، والدنيا كانت ماشية، ومشي حالك يا بنتي عشان أولادك، والدنيا ماشية زي أي أم عاوزة عيالها تبقى قاعدة في بيتها مستقرة، حياتها مستقرة، وكانت برضك بتساعدها ماديا كتير، يعني كانت بتساعدها ماديا على أساس فتحت لها محل، وبرضك ده انه يعني والدتك فتحت لها محل. فتحت لها محل في قلب القريه نفسها ولا؟ فتحت لها محل، قالت لها ايه يعني ايه حاجه تساعد جنب حاجه عشان العيال كبرت والدروس وكده، لانه برضك يعمل لغايه لما قفلته. الغيره الزايده برضك اتنقبت برضك بسبب الغيره الزايده. ده انه برضك يعمل لغايه لما قفلت المحل. رجعت تاني برضك المشاكل، يعني اهلك حاولوا ان هم يساعدوها يفتحوا لها مشاريع؟ ايوه بس يعني مامتها بتساعدها على طول. مامتها بتساعدها، عشان كده هو كاره مامتها، بيقول انا هموته من اتنين عشان هي اللي مقوياها. يعني ايه هي مقوياها؟ كان عندها عملت لها شقه في بيت والدها ووظفتها لها، وقالت لها عاوزه تيجي، وهم نقلوا مره وقعدوا فيها حوالي سنه ورجعوا تاني، رجع بلد تاني. لما بتكبر كانت تقعد في شقتها دي المستقله بيها باولادها بفرشها بكل حاجه، هو الموضوع ده كان عامل له زي قلق. هي عندها مكان تاني، ده لغايه وراها، لغايه لما بعت ورثه وقالت عشان اجيب مكان واسع، عشان ابني بكره هيعوز يتجوز وهيعوز مكان واوسع على نفسي. مامتها زعلت وقالت لها لا دي مش لها امان، وقالت لها مش هينفع، يعني لازم يكون لك مكان عشان ما فيش حد، الدنيا مش مضمونه. وبالفعل يا دوبك خدت البيت ما فيش، يعني هي اصلا اللي هي اللي مشتريه البيت. ايوه البيت أيوة اللي في حلايبها هي اللي مشترياه. ايوه هي بعت اللي حصل في الجريمه. بعت شقتها في المطريه. بعت شقتها في المطريه في بيت والدها، واشترت البيت. واشترت البيت. واشترت البيت.
قبل الواقعه بايام هل في ظواهر ان هو كان ممكن يعمل فيهم اي حاجه او حاول ان هو يتواصل معاكم ان انا هعمل فيهم لو انت ما رجعتيش؟ بقاله سنه بيهددني. بقاله سنه يعني بيقول لها ده حصل يعني. هي جت ضربها وجت استناها. هي بتروح كل يوم اتنين بتتابع في. انت قلت لنا ان هي مريضه كانسر. عندها كل يوم اتنين متابعه. ربنا يشفيها يا رب ويصبرها على اللي حصل. متابعه في الحسين الجامعي. استناها على نص الشارع وقال لها بس هكلمك وخد تعالي وخدها ومشي في التوك توك. يعني كان بيجي لها مخصوص يروح لها القاهره عشان يحتك بيها ويعمل معاها مشاكل. وخدها في التوك توك. هي لا سيبني هنزل. لما جت تنزل قالت له طب استنى بنزل. راح ماسكها خابط دماغها في ازاز عربيه لغايه لما ازاز العربيه اتكسر. وجت يومها. يعني هي كانت رايحه تعمل في المستشفى لوحدها؟ لدرجه ازاز العربيه اتكسر من كتر ما خبط دماغها. طيب بالنسبه للواقعه بقى انت قلت لنا ليله الواقعه يعني دي كلها علامات ان هو ممكن يعمل حاجه في ولاده او يصيبهم. ما حاولتوش انك تحافظوا عليهم او تجيبوهم عندكم او مثلا تنقلوهم من قليوب لهنا؟ ما فيش اي محاوله من المحاولات من اللي انتوا شفتوها دي او من الاحداث اللي حصلت؟ احنا كل التواصل من خلال التليفون. اولادها بيكلموها بالتليفون. هي ما تعرفش هم فين وهم قاعدين مع الجد والجده. هو قاعد شغال في سوق العبور. يعني هو جالهم مخصوص. يعني احنا عرفنا ان هم كانت اصلا العيال قاعده مع جدتهم. ايوه هم ابوهم لمده سنتين تقريبا. وجت هي تعبت. الكلام ده صحيح ولا لا؟ مش من سنتين. هو الحوارات دي يعني هو سنه يعني من 8 اللي فات. لسه 8 ما جاش. والكلام دي كان من 8 اللي فات. ورجعت يوم 21/9 يوم 3/11 كسرها. ومن ساعتها ما رجعتش. ضنيت حوالي شهر في مستشفى تخصصين عمليات ومتابعه العمليه وما بعد العمليه وعلاج طبيعي. ورجعت بردك. هي مريضه بتروح كل يوم اتنين تتابع عشان تتنصر. انت قلت لنا هو راح اتك بيها وكده تمام. الشرايح والمسامير اللي اتحطت ما عادش كانت الاول بتعمل كل يعني الشرايح والمسامير برده كانت بسببه كمان. ايوه هو اللي كسرها وعملنا لها شرايح ومسامير. قلت لنا ان هو زقها من على السلم تقريبا. لا ده دي كسرها كده خبطها بشومه جاب لها دراعها نصين. الكلام دي من زمان. وقعها رماها على السلم. دي بقى له دلوقتي ما عادش ينفع تخش على الرنين المغناطيسي دلوقتي. يعني هتعطل لها علاجها. المسامير دي ما ينفعش تخش في الجهاز خالص دلوقتي. هي لازم تعمل صبغه عشان تتابع الحاله بتاعتها. عشان الغدد عشان اللي شايله رحم وطلع الكانسر في الرحم لازم يتابعوا الغدد ويتابعوا الحاجه دي برضه. عطل لها علاجها وقف لها حياتها وبوظ لها حياتها. استقبلت الواقعه ازاي؟ ربنا ما حد ما يوريها حد. ربنا ما يوري حد يا رب. الاخت ربنا ما يوري حد. عرفت الواقع ازاي؟ احنا ربنا يصبركم. انا عارف والله كلام مؤلم. احنا قلنا لها هو بيقول كذا يعني بيقول كذا وسيبوا البيت. اتفضلي. يعني الناس قال لها هو سيبوا البيت عشان جاي يموتك عشان بيقول انا موتت العيال. بس هو تلاقيه بيقول كده. انت قلت بتشوهوا ان هو كان بيكلم جدتها الاول. ايوه. طب بالنسبه للفيديو مين بقى؟ لا الفيديو بعته لعمهم. لعمهم ما تشيرش واحنا ما شفناهوش. هو الفيديو بعته لعمه. واللي شاف الفيديو قال لنا مصور في الفيديو. تمام. طب لو كلمة أخيرة توصلها له تقول له إيه لو هو قدامك دلوقتي حاليا؟ أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا ينتقم مني. بس حسب الله ونعم الوكيل. كنا معاكم من أمام مشرحة مستشفى بنها التعليمي والتي تشهد تشريح جسامين. جريمة قام بها أب تجرد من مشاعر الأبوة والإنسانية وقتل أبنائه الأربعة دون أن يشعر بأي حزن أو ندم. وكده نختم بسنا النهاردة ودمتم في أحسن حال.